أنت اللي اقتلت حجي ماجد، وإذا ما تعترف بالقوة أخليك تعترف. أعطيني دليل واحد. إيش راح استفاد من قتل عمه ماجد؟ هو مثل أبويا. ليش شكيت بيه بهالطريقة؟ لأن كل شيء يصير بالقرية أحسه مرتبط بيك. إيه لأن هذا حظي. تعرف أنا كنت الوحيد اللي واقف له. عنود ما يموت؟ شكينا أكو محلول ولون غريب بالمغذي. وأنت من الناس المشتبه بيهم. لأن أنت كنت تعالجه، وأنت اللي خليت له المغذي. لذلك راح تنتظر بالتوقيف لحد ما تطلع نتيجة فحص المغذي. وإيه؟ إذا طلع إلك إيد بالموضوع فقرة على مستقبلك السلام. وسام! خذ التوقيف. تفضل. ممكن أخابر أهلي؟ خليه يخابر. دقيقة واحدة بس. تؤمر سيدي. هاي البنية كلش شاطرة، خلصت الشغل كله بيوم واحد. إيه هذا الشغل يفرح. يعني تستحق مكافأة. لحظة ست، هذا الشغل ستوك. شنو ستوك؟ يعني مو هذا الشغل المتفق عليه، شغل مو نظيف. حتى شوفيه، هاي خيوط وممسة وحتى لي أخي عوجة. إيه قلنا العدد مطلوب، بس الكواليتي هم. يعني هيك راح نخسر كل شيء، وإحنا ما عولنا نشلب بيهم. لا سد دموع لا. هذا الشغل ما يعجبني. لا تقلق استاذ باسم. اقلق شنو؟ مسقطين الوجبه كلها. انا خليت هاي البنيه وصل بمكاني والظاهر لحت على البنات بالشغل ويعني صار اكو شويه خربطه. وصل بمكانك؟ ايش عجب؟ هسه ما عندي وقت. يا يابا اختار دكتور وبعد ما يتحاجه احكي. اقول لك انا بالتوقيف بس مو تروحين تقولين بابا. ها ليش ايش صاير؟ حجي ماجد انقتل، صديق ابويا. بس انا مو متهم، لا تخافين. انا بس مجرد شك. انا راح اعطيك رقم اياد الصيدلاني وتتواصلي وياه، وراح ارجع اقول لك لا تقولين لابوي. يلا يلا باي. من خسر دكتور. ها دكتور احمد، اتصلوا بيا بخصوص المغذي. ايه مكتشفين محلول او ادويه مضافه، بس ما متاكدين اذا كانت هي سبب وفاه حج ماجد او لا. نقيب وسام. نعم سيدي. اريد تاخذون لي بصمات اي واحد زار حج ماجد للبيت باخر فتره. تؤمر سيدي. يلا يلا تفضل دكتور.